أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اليوم أهمية تطوير آلية إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال الوزير الشعلة عقب زيارة تفقدية قام بها لفرعي البلدية بمحافظتي الجهراء والفروانية إن البلدية ستضع نظام تصنيف لأفضل فرع في جميع محافظات البلاد طبقا لمعايير فنية تتعلق في العمل البلدي لتكريم الفرع المتميز.